الو استاذه ناديه، مساء الخير، اتفضلي. اهلا وسهلا يا احمد بيه، اهلا ازي اتفضل. صحه ازي حضرتك؟ حضرتك؟ اتفضلي. بالنسبه لسؤال البرنامج، الاداء فوق ممتاز كمان، واحنا مع كل حضرتك بتقوله احنا معاك. ثانيا، نقطه مهمه حضرتك، برنامج ابله فاهيته ده بيبلغ رسائل مسفره للاخوان. حضرتك شفت اخر يوم الجمعه اخر حلقه للأسف أنا ما بتفرجش، يعني ما بقاش عندي وقت. ذكرت رقم 11 بالظبط، هو يوم 11 يوم الكنيسة، يوم كان يوم 11، وبعدين في عام تعمل أغنية تترات كده تقول طول ما فيا رمق أنا هعمل قلق. دي كلها رسائل مشفرة للإخوان. بعدها بيوم على طول حصلت الكنيسة يوم 11. غريبة، حضرتك حللتي تحليل، يعني اخلي انا فعلا ما بشوفش، فعشان لا كده يعني مش بلغ ما عنديش. الرسائل دي حضرتك عن لساني، خلي المسؤولين حضرتك يخلوا بالهم بتقوليها من على أبله الهوا، يعني فهيتة. حضرتك بتتكلمي على حاجة على الهوا. يعني بلغ المسؤولين يخلوا بالهم من البرنامج ده، ولو يشيلوه يبقى احسن. ثانيا، امبارح يعني اول امبارح برضو الاستاذ ابراشي، البرامج دي احنا مش عايزينها، جايب المحاميه وعماله تتكلم وتتكلم وتدي معلومات غلط، وبرضو مش عايزين برنامج ابراهيم عيسى، يعني البرامج دي احنا مش عايزينها. لا، ما احنا مش هنقعد نقفل القنوات بقى، يعني احنا في بلد. وخلي حضرتك معايا، ما تقفليش لو سمحتي. هقول لحضرتك، حضرتك معايا؟ الو، ايوه، خلي حضرتك معايا ونسمع بعض بعد اذنك. احنا في بلد صعب جدا تقفلي قنوات، وانا بقول لحضرتك اهو، ما ينفعش ابدا ان طالب، وانا يعني عارف شعور حضرتك وعارف حب حضرتك لبلدك وكل اللي حضرتك بتقوليه، انا يعني عارف حضرتك بتحب بلدك قد ايه، عشان كده مش عايزه حد يعكنن او حد يبقى ليه، لا يعني خلي الشعب هو اللي يحكم. حضرتك واحده من الشعب بتحكمي على الناس، ولكن انا شخصيا ضد اغلاق برامج، ضدها تماما، عشان بس حضرتك تبقى واضحه، وده رايي، وضد اغلاق صحف تحت اي ظرف، ولكن عندنا امن، يتجاوز امن قومي هو من نفسه، لما بيلاقي الناس انصرفت، اي حد بيلاقي الناس انصرفت هو نفسه ما لا يظل في قناته، يعني ما فيش حد النهارده ممكن يسمح لاي النهارده، لانه كله بيخسر، فما فيش حد هيسمح حد يطلع على الهوا يقعد ساعتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا حتى نص ساعه الا وشايف انه يعني، فبالتالي انه لو المشاهدين بينصرفوا عن الناس، الناس لوحدهم بينسحبوا، في ناس قعدوا في بيوتهم لانه محدش شافهم، او الناس انصرفت عنهم فقرروا انهم يقعدوا في بيوتهم، هي بتبقى كده، الشعب هو صاحب القرار، لا الدولة تبقى مسؤولة ولا حد يدي قرارات ولا الكلام ده، لانه ده كمان الدستور يمنع ده، لا رقابة ولا منع ولا وقف ولا الكلام ده كله، واحنا بنحترم بلدنا العظيمة، ولكن في ايد مين؟ في ايد الجمهور، الجمهور مش عايز ما يشوفش، مش عايز ما يشوفش احمد ما يشوفش احمد، ما يشوفش سين ما يشوفش سين، عايز يشوف صاد يشوف صاد، هو الجمهور طالما بص على برنامج او بعد عن برنامج هو ده اللي بيبقى الحكم، فالموضوع في ايد حضراتكم، بشكر حضرتك طبعا جدا. خلينا استاذنكم هنطلع فاصل سريع، ولكن لازم نشكر البرلمان.